يعني رجال يروحوا المسجد الفلاني فقط لأسلوب الشيخ هذاك، ممكن أسلوبه لين، أسلوبه يفهم أكثر، يوصل المعلومة أكثر. على العكس مثلا تدخل مسجد آخر تلقى شيخ فقط يقول هذا حرام، هذا كارثة، يعني أسلوبه قاسي نوعا ما، ويهول الأمور ويخليك تخاف من الأشياء هذه. يعني الأسلوب هنا على ما أظن عنده دور كبير جدا في استقطاب الناس أيضا. أكيد أختي إيمان، وأنا بالمناسبة وجه تحية إلى أستاذنا فلاق نور الدين من ولاية شلف، درسنا يعني فن الخطابة في معهد سيدي عقبة، وكان يعتمد الشيخ على أسلوب الخطابة الحقيقي الذي كانت عليه العرب، وهو الأسلوب المباشر، يعني ألا يكون بينك وبين المستمع حائل، ما تديرش حيط، ويقول لنا الحيط والجدار اللي بينك وبين المستمع هو الورقة مثلا. فأنا دائما أدرب حتى الطلبة، الأخ بشير رو الآن رو في طريق الخطابة إن شاء الله، دائما نقول له شوف كي تحفظ حديث واحد وآية واحدة وقصة واحدة عن الصحابة رضي الله عنهم وتسقطها إسقاطا رائعا عن الواقع، وتحاول أنك تجد العلاج، أفضل من أنك تقرأ خطبة مثلا جايبها من جوجل مانيش عارف ألقيت في الشام ولا في الحجاز ولا في السودان، يعني رأيه في مجال وانترك في مجال، قادر الآخر يدير إسقاط. أنا حضرت في أحد الولايات، لا داعي لذكر اسم الولاية، واحد الخطبة يعني حسيت الخطبة نعرفها، بعد رحت لجوجل نبحث لقيت الخطبة في السودان، يتحدث عن الواقع في الجنوب السوداني، ما عندهش علاقة ذيت بك الجهة هذيك والولاية هذيك وين. لكن كي بعد الخطبة رحت له لقيته مبتدئ ما لمتوش، قلت له نحى عليك الورقة، أنا لا أؤمن، مش لا أؤمن هكذا. الشيخ حسين نتيش مفتش تاعنا الرئيسي ديما يقول لي، يقول لي أنا أعتبر الذي يقرأ من الورقة قارئ وليس خطيبا. نعم عليه، لأنك تجعل حائل بينك وبين الجمهور، أنت لك تقرأ في ورقة عليهم